في كلمه اخيره من حضرتك كاهم رجال الصناعه الوطنيين في مصر، كيف ترى مستقبل مصر في ظل وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ لان حضرتك ابتديت من سنين في مناخ مختلف، ما كانش فيه هذه الفرص اللي بيتم منحها للاستثمار في مصر، كيف ترى مصر في هذا التوقيت؟ في الحقيقه انا الحمد لله في منتهى السعاده ان الدوله النهارده مركزه جدا في المشروعات، مركزه جدا في تشجيع القطاع الخاص، مركزه جدا في توطين الصناعات المختلفه. اللي انا شايفه قدامي رؤيه أكتر من رائعة للفترة اللي جاية، إن شاء الله المستقبل اللي جاي للصناعات الوطنية، المستقبل اللي جاي للقطاع الخاص. الدولة النهاردة بتشجع القطاع الخاص وبتحمي القطاع الخاص وبتشجع الاستثمار المحلي والاستثمار اللي جاي من بره. أنا نفسي برضو يعني أمشي مع هذا النظام ونتوسع أكتر في الصناعة. والحاجة كمان اللي عايز أضيفها النهاردة إن إحنا فاتحين الباب لأي شخص حديث التخرج عنده مواهب علمية في البحوث في التطوير، احنا مستعدين نفتح المدرسة بتاعتنا ونعلم الأجيال اللي جاية دي ان شاء الله. ده وعد انا مني ان انا السنة دي عايز ادخل 30-40 واحد بإذن الله. ليه؟ لان احنا بنتوسع يا استاذ سامح، وعايز كوادر وعايز كوادر أفكار. وانا بحب ان انا لما اجي اتوسع مع احترام لكل الخبرات اللي شعرها ابيض زي كده، انا عايز شباب. اي شاب بيعمل بحث علمي في هذا المجال بقاله سنة 2-3 عنده بداية الموهبة، احنا مستعدين نفتح له الباب ونشغله عندنا ونطوره ونساعده ونعلمه في مصر وخارج مصر، لان هم دول اللي هيكملوا ان شاء الله الرسالة. يعني دي يعني دعوة جميلة جدا، وانا بناشد كمان حضراتكم، في ناس بتدور على فرصة بقالها سنين ويقولك انا اخترعت اختراع ومش لاقي حد يتبناه، انا عندي فكرة ومش عارف اصرف عليها. دكتور مجدي السيد النهارده في مجال مهم جدا من المجالات الحيوية، بيفتح المجال امام حضراتكم، شركة ميفاك هتستقبل ده وقال لك هيخليه يتعلم جوه مصر وبره مصر علشان نقدر نستفيد بيه.